بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. نسأل الله سبحانه وتعالى الإكثار من دعاء الفرج، لأن فيه فرجنا من كل هم وغم وضيق، لقضاء الحوائج الصعبة وسعة الرزق ودفع الفقر. صلاة سريعة الأثر مجربة عن النبي صلى الله عليه وآله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى بعد صلاة الصبح ركعتين يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد التوحيد 7 مرات، وفي الركعة الثانية بعد الحمد التوحيد 1 مرة، وبعد السلام يسبح التسبيحات 4 ويصلي على النبي وآله 10 مرات، ويقول 10 مرات: يا غياث المستغيثين أغثني تقضى حاجته البتة. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأداء هذه الصلاة لشدة بركتها، كذلك للخلاص من الشدة وقضاء الحاجة. تقرأ هذه الكلمات الآتية 99 مرة: يا غياثي عند كل كربة، ومعاذي عند كل شدة، ومجيبي عند كل دعوة. هذه للخلاص من الشدائد، المشكلات الكبيرة، الأمور المستعصية إلى غير ذلك، وتريد استغاثة فورية وسريعة لقضاء حاجتك. فجرب ولا تشك. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.